ايوه 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 يا خزعه ماني في شي يا بيي؟ في غنمي عم بتعطس كثير مدري شو مالها. عايفك منها ولا يهمك، هذا شي منه كثير يا خزعه. يعني ابتعديش رفقاتها بصيروا عطسوا مثلها؟ ابتعديهمش بتخفي. بس المسكيني خشمها مبلل وريقها عم بيطف وينزل من اطراف هتمها. وك يا خزعه، كل الغنم حاله من حالها ووضعه من وضعها. يعني معقول يا بي يكون الطرش كله مرشح ومرضان؟ قال مرضان قال. وك يا بنتي، هذا مش مرض. يعني اذا كانت الغنمة مبلولة الخشم رطبة العنف فهذا الشيء معناه انه الغنم بخير وسلام، وبالعكس اذا كان خشمها نشفان وريقها مش عم يشط على اطراف هثمها فهذا بيخلي الواحد يشك انها مضانة. شو اسا بدك تسألي يا خزعة؟ ما بديش اسأل شي، بس انا خفت عليها تكون مريضة. معليش يا خزعة، انت صار لك يومين بس عم تنزلي معي على الرعي، مش مثل ابوك يلي صار له 40 سنة عم يرعى غنم. يعني قديش بيسوى الغنمات والخواريف؟ احزري تشوف، هاتي قليلي. ايش بعرفني؟ والله بعرفش قديش. يعني بدك تقول يعني شي 3 ملايين ليرة. ول 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 3 ملايين ليرة والله كثير. العاد شو فكري؟ الحلال غالي بهالايام يا خزعة. ومين صاحب الحلال ها؟ يا ستي صاحبهن الشيخ معفاض الجربوعي. يعني هو غني؟ الا غني، وغني كبير كمان. يعني بيشتري ضيعتنا كلها. ليش شو بيشتغل حتى معه كل هالمصاري ها؟ كان مهرب كبير، بعدين اهتاب ودخل مجلس الشعب. وبعدين كمان تاب وطلع من مجلس الشعب ورعى الحج. ومثل مالك شايفه الله مبحبح برزقه وعطيه. جعت يا بيي؟ حط لك الزوادي. وشو جايبتي لنا اليوم يا خزعة؟ مجدرة عدس وبصل مقلي وشوية مخلل بس. شو بدك تاكل اصابيعك وراهم؟ طيب كثير، خاصة انها من يديك. وقت تكرم يا بيي، لك من عيوني. على مين شيكو؟ بظن بين هالتلتين هون لازم يكون. القيم الحق يا خزعة، هالمجدرة بدعة. حبيتها يا بيي؟ كثير كثير طيبة. عم تجاملني مثل عادة. ولا شو لحتى جاملك يا خزعة؟ يعني تقلاية البصل كثير ظريفة مثل جناح الدبار. ول 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 يا بيي، شوف السيارة مهيبة. ليك ليك يا هلا بمن جانا. الله حيو ابو الشباب. يا هلا يا هلا ومرحب. الله حيو، اهلا بالغالي. تفضل تفضل تفضل. ان شاء الله صحه وميت عافيه. طمني عنك، شلونك؟ اخبارك؟ شلون هالدنيا معك؟ الحمد لله، النعمه واجدي والصحه واجدي والسعاده بعد واجدي. شو بدنا احسن من هيك يا عمي؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الصبيه الحلوه بنتك؟ اي أيوة والله بنتي. امور يا عمي. ما يؤمر عليك ظالم. بدي اسالك، هالحلال هذا كله الك؟ لا والله مش ليا، انا راعي الحلال. امور يا عمي. الحقيقه يا ابو ايش الله يخلي لك، انا معزه زمور لبختان وبينادولي ابو خزعه. والنعم والنعم يا ابو خزعه. شوف، أنا كنت ناوي أعمل عزيمة لناس مهمين كتير بهالبلد. إي. وكنت ناوي أذبح لهم هالكم خروف يلي شايفهم بهالبيك أب. إي. بس بآخر لحظة ضيوفي اعتذروا لأنه العمر لك واحد من الضيوف توفى أعطاك عمره. إيه؟ فقررت إني أحط هالغنمات عند شي راعي ابن حلال يدير باله عليهن لبين ما تخلص هالمناسبة. إي إي مش غلط. والله يديم المحبة يعني. الله يخليك، بقى شو قلت؟ شو قلت بشو؟ ولو تحط هالغنمات عندك لبين ما تخلص هالمناسبة شي أسبوع زمان. حط هالغنمات عندي أنا؟
لك ايه حطن ما حطرش اللي عم ترعاه، هالغنمات مو الك. على وا يكونوا خرفانه، انا راعي وبس، هالخرفان هذه للشيخ معفاض الجربوعي مش ليا. ما اختلفنا، حط لي هالغنمات عندك وانا راح اعطيك اجارك. قديش بتريد؟ ضب جزدانك بعبك يا عمي، انا ابقدرش ارعى لك اياهن، يعني مش من صلاحيتي. واذا دري شيخ معفاض يمكن يزعل مني، لان الشيخ معفاض ابي يحبش غنم غريب يختلط بغنمه. وليش بقى؟ بيخاف من المرض ومن المشاكل يلي شو بيعرفني، يعني الزلمه موصينه اني ما ادخل غنم غريب بين غنمه. هلا شو رح يدر الشيخ بهالقصه؟ يعني ما شاء الله الحلال تبعه معبي البريه وما رح يضرب غنماتي. مين قال لك؟ الشيخ معفاض له عين ثيق بي، بنظره وحده بيكشف كل شيء. لك يا حبيبي ابو خزعه، انت ليش عم تصعب المساله؟ صدقني لو فيها مسؤوليه عليك انا ما كنت احرجتك، بس الشغله عاديه جدا وما فيها ضرر لحدا. يعني ولا تاخذني، يعني ما رح تدفع شيء من جيبتك، العشب معبي البريه يعني وكله ببلاش. والله ما بعرف، حيرتني. والله ما بعرف. يا خزعه. نعم يا بيي. تعال عندي جاي، تعال جاي. حاضر يا بيي. خير يا بيي؟ شوفي، ما يقول الشيخ انه بده يحط غنماته مع غنماتنا، بقى شو رايك انت؟ شو علي يا بيي، يعني الموضوع كله خدمه في خدمه ومساعده للشيخ. يسلموا لي المزوقين يلي بيفهموا. طيب طيب، افيش مانع، بس اكثر من اسبوع بقدرش. ها ولو يا ابو خزعه. ليش؟ يعني بركي اجى الشيخ معفاض على غفله. قلت لك ولا يهمك، الشيخ ما رح يحس على شيء. بيي، الشيخ معفاض بده 15 يوم لحتى يرجع. ول طيب مش مشكله بسيطه، والمثل بيقول لك المسيرة ثلثين المعيشه. اصبح تفضل المبلغ يا ابو خزعه ودعينا. شرف. بس هالمبلغ لاسبوع واحد. ها ولا يهمك، اسبوع اسبوع. يا زلفو. حاضر يا شيخ. نزل الغنمات وحطها مع غنم ابو خزعه. حاضر. بس هلا يا ابو خزعه في عندنا مشكله صغيره نحن. مشكله؟ قرر. شو هي المشكله بقى؟ يعني هلا اذا فاتوا هالغنمات بين غنماتك وجيني بعد فتره بدنا ناخذهم نتعرف عليهم، يعني بلكي ضاعوا وتاهوا. ولا يهمك، شغلي بسيطه، هلا بعلم لك اياهم بالدهان، عندي علبه دهان مخصوصه مشان اعلم فيها الخواريف الصغيره والكبيره، الصحيحه والمرضاني. انت تيسر على شغلك واني بتصرف. الله معك. يلا سلام. مع عليكم. مع السلامه. الله معك. مهون. السلام عليكم. مع السلامه. تعال. مليح بالدهان من فوق كمان. مليح مليح كثير، مليح كثير. خلص روح لعند خواتك. روح روح لعند خواتك. روح. هذا هو. شو جابه هلا؟ ما صار له ثلاث ايام رايح من عنا. ايه انت يا راي. اني؟ ايه. جيب لي خرف بسرعة وتعال، مستعجلين شوي، يلا بسرعة. انت امر امر يا شيخ، لحظة واحدة بس. يلا ابو خزعة. يلا يلا يلا، ما ادخل الا جبته. يلا. يلا. تعاي تعاي جاي. تعاي ولك. تعاي. ها. يلا يلا لحظة. لحظة يا شيخ. تفضل يا عمي. تسلم هديات زلفو. تعا. حط لنا الخروف بسرعة بالسيارة. حاضر يا شيخ. يلا بسرعة. يعطيك العافية. الحقيقة يا أبو خزعة
رايح انا وضيوفي هيك مشوار بهالبريه، فحبيت اذبح هالخروف. انت الكريم يا عمي، والناس بتستاهل بعد. تسلم يا ابو خزعه، اطلع لي بهالوجوه منيح يا ابو خزعه. اي فتون لحظه. اي حفظتن. الله يخليك، بس يجوك مره تانيه شو ما طلبوا بتعطيهن، شو ما طلبوا. انت بتامر يا شيخ. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام، الله معكن، مع السلامه. مهونه مهونه. الله معك يا شيخ، الله معك. وسهلا، اهلا وسهلا ومرحبا. يعطيك العافيه ابو الشباب. الله يعافيك يا سيدي. ايه سيدي. سيدي وسيدك الله. شلونك؟ شلون شغلك؟ الحمد لله. تفضلوا تفضلوا واشربوا قهوه. بعد ما نخلي الشحن بنشربها ان شاء الله. شحن شو؟ امبارح اشترينا من الشيخ 400 راس غنم وجايين نشحنون. تشحنوهن؟ انو شحن هذا؟ وانو شيخ خاف؟ الشيخ يلي اجينا معه من مدة 4 ايام، ما عرفته؟ ايه عرفته. نحن اشترينا منه 400 راس غنم ودفعنا له حقه 2,800,000 ليرة، بقى تركنا مباشر شغلنا. الله يرضى عليك. وك شو عم تحكينت؟ ها؟ معقولي هالكلام يلي عم تحكينت؟ ليش مو معقول؟ الشيخ ما قالك بالحرف الواحد اذا اجينا لعندك تعطينا اللي بدنا اياه؟ الحكي صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، بس الرجال اللي اجى معك شبو؟ هالرجال ترك عندي 5 غنمات بس، اخذ وحده منهن من مده 4 ايام وترك لي 4 غنمات. تاخذوا الاربعه ما عنديش مانع. يعيشوا وياكلوا غيرها. مزبوط. امتى جايين؟ هدول جايين بكره ان شاء الله. اهلا وسهلا فيو، نحن جاهزين. بس انا ممكن اني اشوف الغرف لو سمحت؟ ليش شاكين بشي استاذ؟ لا ما شاكين بشي نهائيا، بس يعني هيك حتى ارتاح على الاقل. الله يسامحك يا استاذ، ان شاء الله نفكر فندقنا درجة 10. الله وكيلك، نص ايراد الفندق بيروح على المنظفات والمعقمات والمبيدات. يا استاذ نحن ما عندنا شك بهذا الكلام نهائيا، بس على الاقل حتى اطمن ممكن؟ مو مشكله، على راسي. خلي لي عمرك. يا ابو بلال. مر عليك. يرضى عليك، خذ الاستاذ وارجي الغرف المحجوزه لقفد الاسيوي. اوم الله يرضى عليك. شكرا. من هون معلم. تفضل تفضل. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. مستر مادوري. هاي سوري ماي هاند از بروكن، اي ام مستر مهروس اند ذيس از ماي فريند مسز مرام. ليس هناك ضروره ان تتكلم بالانجليزي، انا اتقن العربيه. الحمد لله انك تتقن العربيه. والحمد لله على سلامتكم، تفضلوا على الميكرو بالله. تفضلوا هيا. عزكم يا شباب. شو رايك استاذ محروس سمع الاساتذه شريط مرتب من عندي؟ لا تسمعون شيء، بنعرفك وبنعرف شرايطك لمعدتي. ايه بس انا اشتريت اليوم شريط جديد لمحروس الشغري على كيفك. ولك حبيبي ما بدنا نسمع الانسمه لينا شرايط شلون ما كان، هي استاذة موسيقى كبيرة كثير ببلدها. على ايش بدك؟ ما بدك على شيء، بتفوت اوركسترا ضخمة. بعدين شو هي بدك؟ قول بتعزف يا اخي، قول بتعزف. الو اهلين استاذ ساطع. وينكم انتم؟ وين صرتوا؟ استاذ نحن بنص طريق المطار. اسال لي اعضاء الوفد بدهم شيء؟ عاوزين شيء؟ مرتاحين؟ سأل لي اياهم شو ناقصهم. ايه ايه لحظة استاذ لحظة. مستر ساطع asking do you want anything special? No, thank you. شكرا.
استاذ كله تمام، الجماعة كتير مروقين. كأني سامع صوت غني، مو هيك؟ قل له لأبو عدنان يطفي المسجلة تبعه ولا يسمع الوفد موسيقى الكراجات. شو بده يسود وشنا بالأغاني العشوائية تبعه؟ ايه حاضر استاذ، بس هذا راديو أنا ما خليته يحط المسجلة. ماشي ماشي، هلا بخليه يطفي. وين صرتوا هلا؟ تفضلوا. طبعا نحن اخترنا لكم هذا الاوتيل مشان تعيشوا فلوك نورنا وعبق الماضي تبعنا. Very beautiful. Like 1000 in one night. 1000. أيوة حالية. شايفين شو حلو؟ عن جد beautiful والله. Very beautiful. يا أميت أهلا وسهلا. ألف الحمد لله على السلامة. Good evening. Thank you. Good evening. حاكيون عربي أستاذ. الأستاذ مادوري بيعرف يحكي عربي. How old is his hotel? Mrs. Melina تسأل كم هو عمر هذا الفندق؟ يا سيدي هذا عمره 180 سنة، يعني من عمر جدي الله يرحمه. 180. ماي جاد. اي نعم، شايفين هالفسحة هاي اللي قدامكم؟ هاي بيسموها الباحة. يعني رئة التنفس للأوتيل. اي نعم. وهالبحرة هاي البحرة كان اتصال المي من بردة مباشرة. وهالزريعة المعبية الفندق قدامكم كلها زريعة بلدية من مجاميعه. في عنا الأفندل، عنا الكبادة، عنا النارنجة، عنا حشيشة المي، عنا حشيشة الفي، الفلة، الياسمينة، كل شيء ظريف سبحان الذي خلقه. هون عنا السرملك، فوق الحرملك، بالصدر مثل ما لكم شايفين هون الليوان، بيت المونة هنيك، بس طبعا هلأ مساويينه نحنا مطبخ مشان نخدم الأوتيل فيه. جدي كان آخذ 4، يعني متجوز 4 ومسكن كل واحدة بأوضة. His grandfather had 4 women. Oh my god, 4 women? Oh, very nice. 4 wives at the same time? Yes, in the same time. Very nice. أهلين وسهلين. شو أنت وصلتوا؟ هلا من شوي. يعني ما بدنا نقتله. شو هذا اللي محسدوا تقتلوه؟ شو هو؟ يا سيدي أبو بريس هيك قده. أبو بريس؟ وين؟ يا سيدي بنفس الغرفة اللي بده ينزل فيها مستر كامبو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لك اثنين طوال عراض ما حسمتوا على أبو بريس؟ أنا طالع بقتله. Excuse me مستر محروس، what's going on؟ مستر كامبو، they have lizard in your room but don't worry, they will kill it. Oh no, please don't kill him, I like it very much. شو هذا؟ ليش عم يعيط مستر كامبور؟ مستر كامبور بفضل ينام بغرفة فيها أبو بريس، هو بيتفائل فيه. شو الحكي هذا؟ إذا هيك مثل ما بده. ألو، أهلين أستاذ ساطع. وينكم أنتوا هلا؟ سيدي نحن هلا بفندق السندباد. وشو أخبار الوفد؟ طمني. إيه سيدي مبسوطين كتير والله. المهم تبيضوا وشنا ولا شلون؟ ولو سيدي عم نبيضه، ولو عم نبيضه لكان، بس يعني كان في مشكلة صغيرة والحمد لله انحلت. وشو هالمشكلة بقى؟ سيدي كان في أبو بريس بغرفة المستر كامبور. أبو بريس؟ يخرب بيتكم أبو بريس! فورا بتغيروا الفندق، شو ناويين يسود وشنا قدام العالم انتو؟ سيدي المستر كامبور ما فرقت معه، قال هو بيحب ينام مع أبو بريس بنفس الغرفة، لا بل وبيتفائل فيه كمان، وطلب إنه إذا في بالإمكان نأمن له واحد تاني. أيوة، إذا هيك يصطفعيل. وينك؟ أمنوا له واحد كبير، المهم يكون مبسوط وإن شاء الله ينام مع الحية. وينك محروس؟ بتاخدون وبتغدون مطعم تراسي، ما بدي وصيك. ها شوفي عنا أكلات مشهورة بتقدم لهم إياها وبتشرح لهم مكوناتها. لك يا سيدي لك، مثل عادة مثل عادة. تفضل ولا وسهلا فيكم. بليز خلص بليز. دمسكوس هاوس هي خلص بليز. سلامتك استاذ. سلام. شكرا. بيوتيفول هاوس. دمسكوس هاوس بيوتيفول. نايس. بليز سيت داون. ويلكم in your country. أهلا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. تفضلوا أستاذ، شو بتحبوا تاخدوا؟ شو في عندكم مثلا؟
يعني في عنا مشاوي، كفتة، كباب، شيء. لا 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 لا، ما بدنا هيك أكلات أبداً. طيب أنسة شو بتفضل أنواع الأكلات؟ طبخات محلية من اللي بنطبخها نحن. أيوة يا عيني عليكي، محلية طبخات عشان دوقون أكل الشامي. شو في عندكم طبخ مثلاً؟ في عنا الباشا وعساكرو. مستر مادوري سأل جماعتك بياكلوا باشا وعساكرو. باشا باشا وجنود. جنود هي لبن مطبوخ فيه بقلبه كبه لبنيه وشويه هيك شبرق، بيحطوا شقف لحمه عساكرو على اساس. يعني اشرح له. Do you want to eat باشا and soldiers? No. Soldiers? No no no. Please no soldiers. طيب اذا بيحبوا في عنا داود باشا. طيب مستر مادوري سألهم اذا بياكلوا داود باشا. هذا باشا تاني، داود اسمه. Do you like David Basha? No, 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 please, no David, no David. No. طيب شو بحبوا يأكلوا؟ اسألهم بيأكلوا طباخ روحه؟ طيب أستاذ مادوري اسألهم إذا بيأكلوا طباخ روحه، يعني cooker of his soul، بيجيب his soul وبيطبخه. Do you want to eat zucchini, tomato, eggplant? No, please, no. No. هلا شو بدكم تاكلوا؟ خلصونا، لانه عصافير بطني عم تزقزق زقزقه. I just want rice please, plain rice. ايوه شو بده؟ ما سمعتوا رايس يعني رز. بس رز؟ يس بس. I want only mushroom soup or rubian soup. شو قالت بدها؟ بدها شوربة فطر أو شوربة تقريديس. أيوه فطر. أنا أريد تسقية فتة بالحمص. تسقية مستر مادوري؟ أيوه بدك تسقية. أجل أجل تسقية. ماشي حبيبي، روح جيبي اللي قالوا لك عليه، بس لا تطول، الله يرضى عليك، جوعانين. طيب وحضرتكم أستاذ؟ مثلون يا أخي، جيب لنا مثلون. طيب ماشي، تكرم عينكم، بس لحظة. اخي انا بدي جدي بالزيت. لك شو جدي بالزيت؟ تعليمات الاستاذ ساطع انه ما اكل مثلهم. طبعا علينا على هالوقعة هلا. الو اهلين استاذ. وينكم انتو هلا؟ نحن بالمطعم استاذ. عظيم، لازم تفرجوهم انه نحن مشهورين بالكرم. ها ومن زمان ومن هلا؟ على عيني استاذ، طبعا نحن عم نعمل جهدنا. يعني شو عم ياكلوا هلا؟ مستر كامبور طلب رز، ومسز ميلينا طلبت شوربة، ومستر مادوري طلب تسقية. الله لا يعطيكم العافية. ولك جايبينه من آخر الدنيا مشان يأكلوا رز وشوربة وتسقية؟ معقول الحكي؟ هاتي هاتي استاذ، الله وكيلك هن طلبوا هاي الأكلات. يعني احنا طلبنا لهم باشا وعساكرو وطباخ روحه، بس خافوا من هاي، قاموا قالوا انه هن بيأكلوا رز وتسقية وهي الشغلات. يعني الله وكيلك يعني. ايوه اذا هيك ماشي الحال يصطفلوا، بس المهم يكونوا مبسوطين. ايه طبعا مبسوطين استاذ، الله وكيلك مبسوطين، وقاعدين على هالمشرقه بالمطعم وطاير عقلهم. بيت دمشقي هيك حلو كتير المطعم، على كيفك يعني. شوف ضحكته الرطل على وشه. انا ما بيهمني شيء غير اني بيض وش البلد، وما بدي شيء تاني منه. ماشي استاذ ماشي، خلص انت اتكل علينا على راسي. اهلين استاذ. اهلين اهلين حبيبي. اهلين ويلكم. إيه. رايس رايس. Welcome. Thank you. Rice with curry like India. Thank you. مستية. حبيبي الشوربة لهون، الشوربة لهون. ها لهون. أيوه الله يرضى عليك. ما حلوة. آسف. بتحبوا احط لكم شريط هندي استاذ محروس؟ لا لا تحط لهم شريط هندي. والله خايف بدي اخلقهم لانه الطريق لاقاميا طويل. لا بدي اخلقهم ولا شيء استاذ محروس. ايه بدي اسالك سؤال. تفضل. هلا ليش كل ما اجاكم وفد تاخذوه على اثار؟ ليش يعني بناخذه على اثار؟ مشان نرجيه على تاريخنا. ويا ترى هي الاثار قديش عمرها؟ يعني بدك تقول شيء 2000 سنه. يا لطيف، يعني هلأ كل شي نحن عم نساويه بده يصير آثار بعد 2000 سنة؟ ايه طبعاً. ودخلك على شو بدهم يتفرجوا؟ لك أخي حل عنا هلأ سوء، حاشي علاك بصدي.
انتو؟ اهلا وسهلا، تفضل. يا اهلا وسهلا، ميت مرحبا. طمني يا استاذ محروس، ان شاء الله انبسطوا الجماعه بهالزياره هي. وانبسطوا كثير ولا يا استاذ؟ زاروا الاثار قلت لي ما هي؟ ايه والله زاروها وعجبتهم كثير. واخذوا صور تذكاريه؟ هو شيء 20 فيلم والله. يا سلام عليك، يا سلام. كثير حلو. وشلون شايف لي اياهم؟ مبسوطين ترى ومروقين؟ او يس مروقين كثير. اها شايفهم تعلموا عربي الجماعه؟ وعلى شو فرجيتوهم بقى؟ استاذ ورجيناهم على شارع الاعمده والاقواس والاسوار والمسرح، وركبناهم على الجمل كمان سيدي. بس استاذ. وليش ما اخذتوهم على الشام القديمه؟ استاذ زياره الشام القديمه مو موجوده بالبرنامج. لا موجوده، انا حطيتها بايدي، شلون ما لا موجوده بقى؟ استاذ الله وكيلك مو موجوده بالبرنامج. ها هاي البرنامج معي انا سيبراهم، اذا سمحتي بس شوفي لي البرنامج موجوده شيء. الحقيقة ما أنا موجودة أستاذ، يمكن سقطت سهوة؟ لا لا ما بصير هيك، شو سهوان ومهوان أنت التانية؟ بكرة بتاخدون على الشام القديمة، بتورجون عليها الله يرضى عليكي. أستاذ بكرة الجمعة، وبكرة لازم يسافروا. وإمتى طيارتهم؟ الساعة 5 المساء، ولازم يكونوا الساعة 3:30 بالمطار. الساعة 3؟ بتلحقوا، إذا أخدتوهم بكير بتلحقوا، وبس يخلصوا بوشكن على المطار. لا داعي لهذه الزيارة مستر ساطع، لقد أخذنا فكرة كافية وشاملة. شلون ما في داعي يا مستر مادوري؟ لازم تكون الفكرة اللي أخذتوها مكتملة عن آثار بلادنا، والشام القديمة هي جزء كتير مهم من آثارنا العربية والإسلامية. والله الوفد ركب بالباص أكتر ما يمشي على الأرض. وانت شو اللي مضايقك بها القصة يعني؟ أستاذ والله مليت نسواقة، وخصوصا هلا الزحمه بالشام القديمه. ما بصير هيك اوامر الاستاذ ساطع. لازم نرشيهم هالمناطق لحتى يبيض وشنا. يعني اذا ما شافوها رح يسود وشنا. ايش هالحكيات؟ هلا شو حاشي عليك مصدي؟ الباب بمية يا بلاش، الحمام هلا بعيد يا بلاش. هديه مضمونه، هديه مضمونه، لا بزحلق ولا بشقلب. أحلى هدية يا بلاش، هدية يا بلاش، أبقى بدمية بس الضاعة مضمونة، لا بزحلة ولا بشقلب. This is كباكيب. مستر دولارين بس. بعدين مستر دولارين بس. مستعجدين take it present only دولارين. ومعقول عم تسود وشنا قدام الأجانب؟ ها الله يسامحك يا أنسة، بسيطة. بليز ليف شوز اوت مستر مادوري، دع الحذاء خارجا. اوكي لك وين صباطي؟ مستر مهروس أين هزائي؟ شو بعرفني يا مستر مادوري؟ مالك شايفني عم دور على هزائي؟ أنا كمان تضاع على هالغلطة، نسيت لكم إنه في هون عصابة مافيا خصوصي لسرق الصابيت الكندي. يا حبيبي الله لا يوفقك، لك مالي شهر بشتري جزمة تبعي. اكسكيوزي مستر مهروس، وير إز ماي شو؟ مستر مهروس وير إز ماي شو؟ مستر مهروس أين هزيتنا؟ ممكن نتصل بالبوليس؟ لك شو بوليس ما بوليس، بدك تعمل لنا شرطة يا مستر مادوري. أستاذ ما بصفت شي، امبارح هون شرطي اخذوا لك انذرته ولهلا ما طلع منا شيء. طائرتنا بعد 5 ساعات. الحل يا استاذ محروس، شلون هنمشي هيك بالطريق؟ لك انا بعرف ما في غير روح على السوق نشتري لهم كنادير، ما في غير الحل. استاذ اليوم جمعه، نسيت انه السوق مسكر؟ لك كانك مبسوط عليها لهالقصه انت.
لقيته. دقيقة خلي يقول هون راجع يقول. مستر تو دولار، مستر تو دولار تعال. لك شو خير استاذ؟ بلاقيك حافي. شو سرقوا صبابيتكم؟ الله يبليك بلاقي. يعطيني يعطيني ست رقيب. هات ايه مو على عيني. شرف عمي. قدي حقه؟ 600. هات ناولني دقيقة. سيك تاع اخ يا عيني. سيك هاي 600. الله يعوض عليك. انا يلي عم بعطي فكرة سيئة للأجانب مو هيك استاذ؟ يعني لولا أبائيبي شو كان صار فيكم؟ لك الله يبليك. كنتوا تبهدلتوا على الآخر. الله معك، مع السلامة. الإباب بمية، الإباب بمية يا بلاش، لا بزحلق ولا بشقلب. ليش هيك لابسين؟ وين الشوز تبعكم؟ سرقوهم يا ابو عدنان. تركوا مين سرقهم؟ قال في عصابه مافيا عم تسرق الكنادر والصبابين. يس مافيا. مافيا. ايه بس المافيا تبعنا مو مثل تبع امريكا. عنا بس بتسرق كنادر. ليش ما عم ترد؟ لا سيدي بس التليفون كان بعيد عني فما سمعته. في ضجه بالباص هون. التليفون لازم يضل بزنارك وترد علي من اول رنه. المهم هلا طمني شو اخبار زياره مسك الختام؟ ولي بتعرف شو صار معنا اختي؟ لك شو بك ما عم ترد؟ فهمني، زاروا دمشق القديمه ولا لا؟ زاروها زاروها. شلون ما زاروها؟ لك أكيد انبسطوا وبيض وشنا، ما هيك؟ طبعا طبعا سيدي انبسطوا كتير. وبيض وشنا؟ أكيد سيدي، وشكن أبيض دائما أنتو سيدي. أصبح بوشكن على المطار بسرعة، يا دوبكن تصروا. ها سيدي نحن بطرينا على المطار هلأ، بس يعني عدم المؤاخذة بتقدروا هيك وأنتو جايين مشان تودعوا الوفد تجيبوا معكن كنادر أنتو أكبر قدر سيدي؟ نعم كنادر سيدي، كنادر يعني صبابيد أنتو أكبر قدر. لك ليش الكنادر وصبابيد هلا؟ طالبين هدية هنن يعني؟ لا سيدي عفوا، بس انسرقت كنادر الوفد وكنادرنا كمان. نعم انسرقت؟ لك شلون انسرقت؟ يا سواد وشي، لك يا سواد وشي قدام القيادة، مين سرق الكنادر؟ سيدي قال في عصابة متخصصة بسرقة الكنادر مارست نشاطها معنا. أمنت بالله على هالنهار. لك يا سواد وشي، يا سواد وشنا، راح تعبنا كله على الفاضي. شو لابسين هلا؟ لابسينهم أبائيب سيدي. نعم أبائيب؟ ولك ملبس الوفد أبائيب؟ سيدي شو بدنا نساوي؟ بس دفعت حقنها لأنه كنا مستعجلين وما عدنا يعني بدنا نلحق الطيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. طيب ماشي الحال، سألني إياهم قديش نمر رجليهم؟ ماشي ماشي أستاذ، قديش نمر رجليكم؟ يور شو سايز؟ Oh, shoe size? Yes. I have 46. 46. 42. 37. سجل عندك استاذ. مسز ملينا 37. مستر مادوري 42. ومستر كانبور 46. العمى. منين بدي اجيب له هالقياس هاد؟ بتلاقوا سيدي بتلاقوا، روحوا على القصاب بتلاقوا. لك اليوم جمعة يا ابني، وما في غير كم مخزن فاتح حتى بباب توما والقصاع. ماشي الحال، راح لاقيكم على الطريق قبل ما حدا يدرى، فهمت؟ ماشي الله معك. عجبك على الفصل؟ شو بدنا نعمل؟
الو ايوه وينكم انتو؟ لا انا تقريبا وصلت. ايه على الطريق. ايوه شفتكم. يلا الله معكم على السلامه. تعودت عليكم شوي بس مو مشكله. الان سميلينا عبد الواحد. ثانك يو. السيد مادوري مسلوفا. تفضل. شكرا. السيد كامبور رهماني. يا مستر كامبور انت لبكتنا لبكه طويله عريضه ما شاء الله وكان رجلك نمرتها 46 برمت القصاع كلها تحت لقيت لك اياها. شكرا. لا عفوا العفو. لبسوهم استاذي لبسوهم هلا شو رايك لبسوهم؟ لبسوهم هلا ليش ما لبسوهم؟ لا شكرا انا واصدقائي مرتاحين هكذا اكثر. شلون مرتاحين يعني؟ مرتاحين هكذا يعني مرتاحين. ما فهمت عليك لازم تلبس انت هلا. نحن نعرف ان سركة الكنادر هو مزحة منكم من اجل ان تشتروا لنا كنادر جديدة كهدية. شكرا لكم. مزبوط مستر ساتا مزبوط؟ طبعا مزحة. نحن بنحب نمزح مع ضيوفنا كثير. شكرا لكم. نايس جوك. شوز مافيا. المهم انتو ما لكم مزعوجين. لا ابدا. الحمد لله. يلا يعني ذوبكم على المطار تلحقوا طيارة يعني مخاف انه يلا من نلتقيك. يلا باي. المهم طلعوا مبسوطين. نحن شو بدنا غير هيك يعني محرزة يعملوا لنا أزمة دبلوماسية مشان صفا بيض.